وانت روح كمل نومتك، تصبح على خير. تلاقي الخير يا احلى صبيه، ولا تنسي تدفي حالك. يا هيك الازعاج يا بلا. حياة، انت شو عم يصير معي؟ عدي عقلي بقى شوي، شوفي حالتك. الحق علي اني اجيت لعندك، ما كان صار فيني هيك لو ضليت قاعدة بالبيت. طلعت بنص الليل وتركت الدفى يلي ببيتي واجيت لهون لعندك برغم البرد والمطر بس مشان اطمن عليك. انا هذا اللي بقصده، انه تحت المطر وطلعتي بنص الليل. بتعرفي ليش اجيتي؟ هذا الشيء العالم بيسموه الحب. انت هيك بتفكره، هي اسمها إنسانية، بس انت طبعا ما لك علاقة بهالموضوع. بالعكس انا بعرفها منيح، لاني شفت مرتي كيف خايفة علي. ما بصراحة هو انا ما استنيت التاكسي كتير لانه كانت عم تشتي، وانت بتعرف انه التكاسي باسطنبول بالشتوية كأنهم مالن وجود. وبالمطر خصوصي. بعرف. وانت شو دخلك بالتكاسي؟ انت مالك سائل عنهم؟ عندك شوفير وسيارة خاصة، بحياتي ما شفتك عم تستنى تاكسي. المهم ليش عم تسمعني؟ روح نام حضرتك، تفضل. مو معقولة يا ماشي، إذا رايحة أكيد بدي نام. شكرا على الزيارة الحلوة. كيف؟ انت صاير شيل عقلك مراد؟ الواحد بيقول خليني وصلك، او على القليلة بيقول اطلب لك تاكسي. عن جد انا ما بعرف ليش انشغل بالي عليك واجيت مثل المجنونة. ليش هيك عم تحكي معي؟ انا ما قلت لك روحي، اذا بدك تضلي في تخت هني فيك تنامي عليه. شكرا، رايحة. هذا اللي كان ناقص. ليش قفلت الباب؟ تعرف انك ما رح تجبرني اني ضل هون؟ ما اكيد ما رح اجبرك. عم قلك بدي روح، اعطيني المفتاح خلصني بقى. انا ما قفلته. مراد اسمعني، المطر معبيني، مخنوقه بالريش ومعصبه، بدي امشي. الاحسن تفتحه. ليش امتى شفتيني رحت على الباب وقفلته؟ قليلي هاتي لشوف. لازم تلاقي طريقه. شو بدك يعني اعمل؟ هي مشكلتك لالك. ما تحاولي تنكسر ايدك والباب ما بيفتح. طيب وليش ما بتتحرك وبتفتحوا للباب؟ اجيت كنت قاعد ومرتاح، عن جد مو معقولة. اكيد تيتا. شو قصدك؟ ستك قفلت علينا يعني؟ هلأ بيكونوا عم يتصالحوا، إن شاء الله يمشي الحال ويرجعوا هالولاد مثل ما كانوا وأحسن وما يفترقوا مرة تانية. كريمة خانم، كريمة خانم لو سمحتي افتحي لنا الباب. لو سمحتي كريمة خانم. كريمة خانم أنا لازم روح هالبيت، تأخر الوقت، هلأ بينشغل بالهم علي، جدي يمكن يقتلني. ليش ما بيعرفوا انك جاية لهون؟ لا ما خبرت حدا. وجدك ليش ليقتلك؟ تتصلي فيه وبتقلي له انك عند زوجك وخلصنا. خلصنا بقى، الناس نايمين وهلا بتفيقيهم. وهذا الشيء اللي انا بدي اياه، خليهم يجوا ويطالعوني من هون. طيب لكن اسمعيني حياة، بما انه ما حدا فاق منهم، شو رايك نعمل اتفاقية ونتصالح مع بعض؟ أنا ما بدي أحكي معك شي مراد، بس بدي تتركني بحالي. شو صار لك؟ أنا مو قصدي شي. ما اشتقتي لهي الحركة؟ ما بدك تحكي شي؟
بتعرفي اشتقت لك كتير. شو صار لك؟ حياة شو عملتي؟ يعني بدك تنامي بالحمام؟ آخر شيء كنت بتوقعه إنك تنامي بالحمام، حجيب لك مخدة إذا بدك. شو عم بيصر له؟ شلون عم بيحكي معي؟ شو صار لك انتي؟ لازم تكوني قوية، اصحك تتراجعي. كيف صدقتي انه واحد مثل مراد ممكن يعمل شي بحاله؟ وانتي الهبلة تركتي فرشتك الدافية واجيتي تشوفي. شو عملتي هبلة؟ كان لازم ما تيجي لهون. عملتي هيك لانك بتحبيني، يعني على اساس ما بتعرفي هالشي ما؟ شو هالحكي؟ يعني فوق ما حضرتك عم تتنصت على كلامي بدك يعني اقعد واسمعك؟ ما تنصتت على حدا. شو أعمل إذا صوتك واصل لعندي؟ اسمعني مراد، إذا بتريد لا توترني بهالطريقة لو سمحت. شو أعمل؟ الأستاذ ما بيشكي من شي، طلع مثل القرد. مراد عم بيضحك علي، ما توقعت يعمل هيك. طب شو أعمل؟ دقيت له كتير مشان أطمن عليه وهو ما كان يرد علي. قمت مثل الهبلة أجيت. بدك أجي ساعدك بشي؟ لا ما بدي. شو لازم أعمل هلا؟ أمينة قومي فيقي. يا ربي يا ربي، شو عمي شو عمي؟ هزة أرضية؟ البيت وقع فوقنا شي؟ شو صار؟ هدي حالك وروقي، ما صار هزة أرضية ولا شي، بس بعد شوي راح يصير. لأنه إذا ما جاوبتيني رح أعمل هزة أرضية بهذا البيت. شو؟ قليلي وين بنتك؟ أي بنت عمي؟ أمينة شكلك لهلا لسه نايمة. رح أرجع أسألك وين بنتك حياة؟ أي حياة هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمي شكلك كتير معصب، روح نام هلا. أنا نعسانة وبدي كمل نومتي، خلص بنحكي بكرة. يلا تصبح على خير بالإذن. استني شوي، جاوبيني وبتكملي نومتك. أنا رح أسألك لآخر مرة، بنتك حياة وينها؟ لفتنا لما